أجود ما من قلت، حتى أن المحاكاة يعني تكاد تتطابق. من هو؟ لأنك لن تقلد أحد بإتقان إلا أن تحب حبا كبيرا. نعم نعم. لله الحمد، يعني كانوا يسمونني الشريم الصغير ما شاء الله على وقت الثانوية ووقت كذا، فأنا يعني أتقن أكثر من شخص حقيقة، يعني الشريم وعلي جابر والحليفي. لكن اللي تبغونه تبغون نسوي لكم اختبار إذا في جوائز ما عندنا مشكلة. الله يرزقك سبيل رحمة الله عليك. رحمة الله. إيه نعم الشيخ محمد سبيل، لكن عاد أنا بقلدك محمد سبيل وشباب. أيه. ما بعد شيء لسه. أيه. ما شاء الله. فما تريدون أنا نعطيكم إياه. الاختيار. لا عطنا الآن، عطنا ما شئت. أنا ودنا أنك تبدأ في مقطع وتنتقل بين الأصوات وتواصل المقطع. طيب بعطيكم واحد وقولوا منهم. يلا. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا في رمضان زين عشان تتطلع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الركعة الثانية من الموقف الأول في رمضان. أحسن. ما شاء الله ما شاء الله. لأن هذه الموقف هذا ما شاء الله عليك متابع يا شيخ سعد ما شاء الله. عند الركعة الثانية. لا الركعة الثالثة معلش. لا هو ينتهي عن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يبدأ من ألف لام ميم. نعم. وينتهي إلى أو كصيب يبقى أو كصيب من السماء. أي نعم تفضل. ما هذا من هو الحين؟ هذا الباسط. هذا واحد انطانعك جاي من الردمية ما بعد دخل على الخط. صاحب الفضيلة الشيخ سعود الشريم الله يحفظه ويرعاه. سعود بن إبراهيم. اللهم جزاه الله خير. أنا يعني ترى رأيته في المنام، ولكن رؤيا المكفوفين طبعا لمسا ومعانقة، فوصف لي كما رأيته. تبارك الله. نفس الشكل بالضبط. يعني يا ليت الرسالة تصل الشيخ حقيقة، تصل عبر شاشتنا إن شاء الله، تصل عبر الشاشة المباركة هذه. الشخص الثاني. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا الشيخ علي جابر. اي علي جابر رحمه الله رحمه واسعه. انا اذكر كبير سن يقول يا شيخ اذا رفع فوق صوته والله اني ابي ابلع ريجي وعيب لعريقي حتى لا تتسكر اذني. اريد ان استمع بكل حواسي اليه اذا وان يعني صلينا خلفه الله يجعله في جنات النعيم. اللهم امين. وعلماءنا وقراءنا ودعاتنا وكل المسلمين والمسلمات، فكان حقيقه كان الحرم يموج خاصه ذيك الايام ولا زال. يعني صليت خلفه 1409 سم. انا صليت خلفه 1409 كان عمري 6 سنوات. ما شاء الله. سنوات. حتى كانت جد الله يطول عمرها تقول ها يا وليدي تبيني اخليك تصلي ورا سديس؟